بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من سلسلة دروس كتاب اللباب شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا يعتبر في ذلك، أي السير في البر، ولا يعتبر في السير في البر، السير نائب فاعل يعتبر، يعني لا يقاس السير في البر بسير الماء، ولا العكس أيضا كذلك لا يعتبر، لا يقاس السير على الماء في السفن على السير في البر على الدواب، لا يقاس أحدهما على الآخر، كما لا يعتبر السير في الماء بالسير في البر، وإنما يعتبر في كل موضع ما يليق بحاله، حتى لو كان موضع له طريقان، أحدهما في البر وهو يقطع في 3 أيام، والثاني في البحر وهو يقطع في 2 يوم، إذا كانت الرياح مستوية، فإنه إذا ذهب في طريق البر يقصر، وفي الثاني يعني إذا ذهب في طريق البحر لا يقصر، وكذلك العكس، يعني لو عكس انعكس الحكم. وعليه فالمعتبر في البحر ما يناسبه، يعني يعتبر في البحر ما يقطعه بمسيرة 3 أيام ولياليها بعد أن تكون الرياح معتدلة. إذن التقدير ب3 أيام هي نفسها في البر، نفسها في البحر، ولكن آلة القطع في البحر تختلف عن آلة القطع في البر. قال: وكذا الجبل يعتبر فيه 3 أيام، يعتبر فيه يعني ما يقطعه فيه ب3 أيام، وإن كان في السهل يقطع في أقل منها، لأنه في السهل أحبابنا لا يوجد صعود ولا يوجد هبوط ولا يوجد مكان وعر ومكان سهل، فيكون مشي الإبل والأقدام في الجبال أبطأ من سير الأقدام والإبل في السهل، فلذلك المسافة المقطوعة في الجبال تكون أقل. قال: وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية، وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية على المقيم 2 ركعات، لا يجوز له الزيادة عليهما عمدا، عليهما أي على 2 ركعات عمدا، فإن أتمها 4 أثم، إن أتمها 4 أثم. ليه؟ لتأخير السلام وترك واجب القصر، ويجب سجود السهو إن كان سهوا، يجب عليه أن يسجد للسهو إن كان أتمها 4 ركعات سهوا. قيد بالفرض. قال في سؤال سيدي معذرة أن أنا ما فهمت عبارة وكذا الجبل يعتبر فيه 3 أيام وإن كان في السهل يقطع. قلنا أخي المقياس في السفر في المسافة التي تقطع، ننظر في البحر ب3 أيام ولياليها المعتاد كم تقطع الباخرة مع الرياح المعتدلة، تقطع على فرض 100 ميل، على فرض أنا لا أعرف، ولكن على فرض 100 ميل فتكون مسافة القصر 100 ميل،
واحد. اثنين، في الجبال والمرتفعات والمنخفضات لو أردنا أن نسافر كم نقطع بثلاثة أيام؟ نقطع 40 كيلو. الأربعين كيلو هذه تقطع في السهل بكم يوم؟ تقطع بيوم واحد أو بيوم ونص. على الرغم من ذلك هذه الأربعين التي قطعتها في الجبال استغرقت معي 3 أيام ولياليها، هي مسافة قصر. وإن كانت 40 كيلو في السهل هي أقل من 3 أيام، لأن كل موضع معتبر بحاله، البر، السهل، الجبال، البحر، يعتبر فيه المسافة التي تقطع بثلاثة أيام ولياليها. فهمت شيخنا؟ واضح سيدي، شكرا. قال قيد بالفرض، قال وفرض المسافر عندنا، قيد بالفرض لأنه لا قصر في الوتر والنفل، تصلي الوتر 3 ركعات والنفل 4 ركعتين إلى آخره. واختلف فيما هو أولى في السنن، يعني هل يصلي السنن المسافر أو لا يصلي، والمختار أن يأتي بها إن كان على أمن وقرار لا على عجلة وفرار. وقيد بالرباعي، قال فرض المسافر في كل صلاة الرباعية لأنه لا قصر في غير الرباعي، لا قصر في غير الرباعي. الله. قال فإن صلى المسافر، يعني هو في الحقيقة أحبابنا نشير إشارة سريعة إلى أن الرخصة على قسمين، رخصة حقيقية ورخصة مجازية. الرخصة الحقيقية مثل الإفطار في رمضان للمسافر، ومثل إجراء كلمة الكفر لمن أكره عليه، فهذه العبد مخير بين أن يرتكب الرخصة وبين أن يفعل بالعزيمة، فيثاب إن فعل العزيمة، وإن فعل الرخصة كذلك يثاب. وهذه تسمى الرخصة الحقيقية، تسمى رخصة ترفيه. وفي عندنا النوع الثاني رخصة مجازية، وهذه هي في السفر القصر، وتسمى رخصة إسقاط. رخصة إسقاط، نعم. وفي الحقيقة هو في الحقيقة هذه لا تخيير للعبد فيها بين الفعل والترك، لأن الفعل متعين عليه. يعني إنسان مثلا أكره بالقتل على شرب الخمر فصبر فقتل، يموت آثما، هذا يجب عليه أن يشرب الخمر، رخص له بشرب الخمر وجوبا، لا خيار له في ترك شرب الخمر إن أكره، إما أن تقتل وإما أن تشرب الخمر. كذلك الرخصة في قصر الصلاة، قصر الصلاة رخصة، ولكنها رخصة مجازية، تسمى رخصة إسقاط. هو ملزم بهذه، بالإتيان بهذه الرخصة. واضح أحبابنا؟ فالقصر في الصلاة رخصة مجازية، أو نسميها رخصة إسقاط، ولا تخيير للعبد فيها، هو ملزم عن الإتيان بالصلاة 2 ركعتين. نعم. هذه الرخصة تسمى رخصة مجازية ليه؟ لأن الرخصة الحقيقية يثبت معها الخيار للعبد بين الفعل وتركه، بين الفعل وتركه، كالإفطار في رمضان للمسافر. أما هذه لا خيار للعبد، لا خيار له، إن أكره على شرب الخمر يجب عليه أن يشرب الخمر، أكره بالقتل يعني. قال فإن صلى المسافر 4 ركعات صلى المسافر، وقعد في الثانية في الركعة الثانية
مقدار التشهد وإن لم يقرأه، قعد مقدار التشهد، لأنه أحبابنا القعود الأخير ركن أو فرض، وقراءة التشهد فيه واجب، فإذا ترك قراءة التشهد صحة الصلاة مع الكراهة التحريمية لأنه ترك واجبا. قال وقعد وقد قعد في الثانية مقدار التشهد، ما الحكم؟ أجزأته الركعتان يعني الأوليان عن فرضه، لأن فرضه ركعتان وقد تم فرضه بالقعود، وكانت الركعتان الثالثة والرابعة الأخريان له نافلة ويكون مسيئا، ويكون مسيئا كما مر معنا قبل قليل. إيه ليه؟ لأنه ترك تأخير، قال لتأخير السلام، مر معنا قبل قليل، قال لتأخير السلام وترك واجب القصر، واضح؟ فيكره له ذلك. قال إن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد بطلت صلاته، يعني قام من الثانية إلى الثالثة مباشرتان تبطل صلاته لاختلاط النافلة بها قبل إكمالها، لأن القعدة الأخيرة ركن من أركان الصلاة. انتهى الكلام الآن، كلام جديد الآن، شرع الآن في بيان مبدأ القصر، متى أنا أقصر الصلاة، متى أبدأ بالقصر. قال ومن خرج مسافرا، من خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق أي جاوز بيوت المصري من الجانب الذي خرج منه، وإن لم يجاوزها من جانب آخر. يعني الآن المصر هكذا عندي أنا، أو هكذا المصر، إن خرجت من هنا جاوزت العمران، ولكن على يمين العمران ما زال موجودة، قال لا اعتبار لها، المهم أن أجاوز، المهم أنا أن أجاوز بيوت المصري من الجانب الذي خرجت منه، وإن لم أجاوزه من الجانب الآخر. قال لأن الإقامة، الإقامة تتعلق الإقامة بعد السفر، يعني لأن الإقامة بعد السفر، هكذا تقدير الكلام، لأن الإقامة يعني بعد السفر، اكتب هذا عندك في الهامش، لأن الإقامة يعني بعد السفر تتعلق بدخولها، يعني بدخول بيوت مصر، اكتب كذلك أيضا ببيوت، بدخولها يعني بدخول بيوت مصر، فيتعلق السفر إذا يتعلق السفر بالخروج عنها، عن الخروج عن بيوت المصر، عن بيوت المصر. قال ولا يزال المسافر على حكم السفر، لا يزال المسافر على حكم السفر، ما هو حكم السفر؟ قصر الصلاة، سقوط الجمعة، سقوط العيدين، المسح على الخفين 3 أيام، الإفطار في رمضان، هذا هو حكم السفر. فلا يزال المسافر على حكم السفر حتى ينوي الإقامة حقيقة أو حكما، حتى ينوي الإقامة حقيقة أو حكما، كما لو دخل الحاج الشام قبل دخول شوال، يعني كان الحجاج يأتون من شمال الشام، يأتون من تركيا مثلا، ومن ما بعد تركيا من أوزبكستان قرغزستان، يأتون من تلك البلاد، يمرون عبر تركيا ويدخلون الشام، يعني كانوا يعتقدون، حتى كانوا يسمون شام شريف، كانوا يدخلون عن، يعني هم كانوا أول شيء يمرون بالشام ثم يقصدون الحرم من خلال الشام، ولا يأتون من خلال العراق مثلا، يعني فكانوا يقدمون، يعني هم يعتقدون أن الدخول إلى الديار المقدسة عبر الشام هذا أشرف وأفضل، لذلك كانوا يأتون مبكرين، يعني يغتنمون الوقت الفرصة فيقيمون في الشام شهران شهرين 3، نعم.
قال كما لو دخل الحاج الشام قبل دخول شوال، قبل شهر شوال، وأراد الخروج وكانت القافلة تخرج من الشام أيام الدولة العثمانية، كانت القافلة لما كان العثمانيين حاكمين العالم كله، نعم الدولة الإسلامية كان شرقا وغربا، فكان الحجاج القافلة تخرج من الشام، فكانوا يأتون كلهم ليخرجوا بالقافلة الحجيج مع السلطان أو مع نائبه من الشام، وأراد الخروج مع القافلة في نصف شوال، ما الحكم؟ أتم الصلاة، هو قدم قبل شوال، فهو نوى الإقامة حكما، صار مقيم حكما، هو الأصل مسافر، ولكن لما دخل الشام دخل وهو يريد البقاء إلى أن تغادر القافلة من الشام، وقد يمكث شهر، شهر ونصف، فقال أتم لأنه ناوٍ، نوى الإقامة حكما وإن لم ينوها لفظا. قال ولا يزال المسافر على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد واحد، حتى ينوي الإقامة في بلد واحد أو ما في حكمها مما يصلح للإقامة من مصر أو قرية أو صحراء دارنا، وهو أي هذا الذي نوى الإقامة في الصحراء من أهل الأخبية، يعني ممن يعيشون في الصحراء في الخيام، 15 يوما فصاعدا، أو يدخل مقامه، يدخل البلد الذي هو مقيم فيها في الأصل، فيلزمه الإتمام. إذا إما أن ينوي في بلدة صالحة لإقامة مثله، أو إذا نوى إقامة صار مقيما، أو يدخل بلده الأصلي موطنه الأصلي بمجرد ما دخل صار مقيما فيتم الصلاة. إذن ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد 15 يوما فصاعدا، أو فيلزم أو يدخل مقامه فيلزمه الإتمام. وهذا حيث سار مدة السفر. ماذا يعني وهذا؟ وهذا يعني كون المسافر لا يزال باقيا على حكم السفر حتى ينوي الإقامة، هذا حيث سار مدة السفر، وإلا إن لم يسر مدة السفر فيتم بمجرد نية العودة، يعني أنا الآن نويت السفر 100 كيلو 100 كيلو وغادرت مصر، فأنا الآن على حكم المسافر، حكم السفر، أصلي ركعتين، أفطر في رمضان، فلما قطعت أنا ناوي أن أقطع 100 كيلو أو 200 كيلو، فلما قطعت 40 كيلو بدا لي أن أرجع إلى موطني إلى بلدي، ما الحكم؟ بمجرد ما نويت العودة إلى موطني الآن رفعت عني أحكام السفر، رفعت عني أحكام السفر، فإن كنت أفطرت في رمضان يجب علي الإمساك، وأصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات بمجرد العودة، لأنه بيني وبين مصر أقل من مدة المسافر. قال فيتم بمجرد نية العودة لعدم أحكام السفر، إن عدمت أحكام السفر. قيدنا ببلد واحد لأنه لو نوى الإقامة في موضعين مستقلين، في القاهرة والإسكندرية، في البصرة أو بغداد، كمكة ومنى، نوى الإقامة في مكة ومنى، قال لم تصح نيته كما يأتي، كما سيأتي معنا. قال وإن نوى الإقامة أقل من ذلك، نوى الإقامة بعد أن دخل مصر أو دخل القرية أو دخل المكان الذي يصلح لإقامة مثله،
نوى الإقامة أقل من 15 يوما قال لا يتم صلاته، لأنه ما زال مسافرا، لأنه لم يزل على حكم السفر، لم يزل على حكم السفر. قال وإذا دخل المسافر بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما يترقب السفر ويقول غدا أخرج، عند معاملة، أنا ذهبت مثلا إلى الإسكندرية عندي معاملة هناك، وصلت إلى هناك، طبعا أنا الآن مسافر عندي معاملة في عند الدولة، قالوا لي غدا تنتهي، ذهبت غدا لم تنتهي، قال لي بعد أسبوع، فأنا ما زلت مسافرا، بعد أسبوع قالوا بعد 10 أيام، صار مضى علي الآن 20 يوم أنا مسافر، بعد 20 يوم قالوا لي بعد أسبوع تنتهي المعاملة، ثم بعد 10 أيام، ثم بعد أسبوع، وهكذا 6 شهور سنة، ويقول لي بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 5 أيام، بعد أسبوع، فأنا مسافر. إن قالوا لي بعد 15 يوما، الآن أنا سأقيم 15 يوما، الآن أصبحت مقيما. قال وإنما يترقب السفر ويقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج مثلا، حتى بقي على ذلك الترقب، بقي على ذلك الترقب سنين. ما الحكم؟ قصر صلاته، لذلك قال صلى ركعتين، تجري عليه أحكام السفر، لا تزال تجري عليه أحكام السفر. قال الأثر المروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأنه لم يزل على حكم السفر، لم يزل على حكم السفر من قصر الصلاة، سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وغير ذلك. قال وإذا دخل العسكر أرض الحرب، نحن المسلمون توجهنا لقتال الكفار فدخلنا دار الكفار، يا رب نرجو من الله، وإذا دخل العسكر أرض الحرب بلاد الكفار فنووا الإقامة بها 15 يوما، ما الحكم؟ قال لم يتم الصلاة وإن نووا الإقامة فيها. ليه؟ أن هذا المكان غير صالح للإقامة. قال لعدم صحة النية المخالفة للعزم، لأن الداخل إلى بلاد الكفار وهو حامل السلاح بين أن ينهزم، بين أن يهزم الأعداء فيقر ويبقى، أو يهزم فيفر، فلم تكن أرض الحرب دار إقامة هنا. شيخنا ممكن سؤال؟ تفضل يا أستاذ. في عندي صديق وهو في مسافر مثلا، هو في لا عنده الإقامة، وهو يسافر إلى بلد آخر، هو لا يعرف متى يرجع إلى بلده، هل هو يصلي ركعتين أو 4 ركعات؟ لا، يصلي 4 ركعات، لأنه هو لما دخل إلى هذا البلد ينوي الإقامة سنة أو سنتين أو 3 ما لم يلقى القبض عليه ويتم ترحيله، صحيح هذا الكلام؟ نعم هكذا. إذن هو مقيم، هو مقيم، إذا يأتي الشرطة هو يرجع إلى بلده، هو مقيم، أن هو نوى الإقامة سنة وسنتين و3 وينتظر أن تأتي الشرطة لتخرجه، فهو إذا مقيم، هو مقيم الآن. شكرا سيدي، أعانه الله. قال وإذا دخل المسافر مقتديا في صلاة المقيم، الآن اقتداء المسافر بالمقيم، دخل المسافر مقتديا في صلاة المقيم ولو في آخرها، يعني سواء اقتدى المسافر بالمقيم في جزء من صلاة المقيم أو في كلها، تنقلب فرضه من 2 ركعات إلى 4. وإذا دخل المسافر مقتديا في صلاة المقيم ولو في آخرها مع بقاء الوقت قدر ما يسع التحريمة جاز الاقتداء.
وأتم الصلاة أربعا، لأنه أتم الصلاة أربعا وجوبا ليس اختيارا، وجوبا انقلب فرضه، انقلب فرضه لأنه التزم متابعة الإمام، لما دخل مع الإمام في الصلاة التزم متابعة الإمام، فيتغير فرضه إلى الأربع، يتغير فرضه إلى أربع ركعات للتبعية الناتجة عن الاقتداء، كما يتغير بنية الإقامة، كما يتغير فرض المسافر بنية الإقامة الأربع، كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب، لاتصال المغير بالسبب. ما هو السبب؟ الوقت. أراد بقوله لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت، أراد أن سبب وجوب الصلاة، ما هو سبب وجوب الصلاة؟ سبب وجوب الصلاة هو الجزء القائم من الوقت، فأراد أن سبب وجوب الصلاة الذي هو الجزء الموجود من الوقت، نعم، فإذا وجد المغير، ما هو المغير؟ الاقتداء. فإذا وجد المغير وهو الاقتداء بالمقيم في الوقت، فإذا وجد المغير عمل عمله في السبب، عمل عمله في السبب، فإذا عمل عمله في السبب عمل في ماذا؟ في الحكم، عمل في الحكم. ليه؟ قال لأن الحكم تابع للسبب فيصير فرضه أربعا. هذا معنى إيه؟ معنى قوله لاتصال المغير، لاتصال ما هو المغير أحبابنا؟ المغير هو الاقتداء بالمقيم في الوقت، اتصل المغير بالسبب الذي هو الوقت، فإذا عمل المغير في السبب عمل في الحكم أيضا. قال لكن إذا فسدت بعد ما اقتدى المسافر بالمقيم، قلنا صار فرضه أربع ركعات، بعد أن تمت الصلاة ظهر أن صلاة الإمام كانت فاسدة، نقول للمقتدي المسافر صلي ركعتين. قال لكن إذا فسدت تعود ركعتين لأنها صارت أربعا في ضمن الاقتداء، فإذا فات يعود الأمر الأول، فات الاقتداء يعود الأمر الأول. قال وإن دخل معه مقتديا، دخل المسافر مع المقيم مقتديا في فائتة رباعية، في صلاة فائتة رباعية، يعني فاتت المسافر في سفره، فاتت المسافر في سفره، وإن دخل معه مقتديا في فائتة رباعية لم تجز صلاته خلفه، لأن يعني أنا فاتتني صلاة الظهر وأنا مسافر في خمسة شوال، وفلان المقيم فاتته صلاة الظهر كذلك وهو أنا مسافر وهو مقيم خمسة شوال، فأردت أن أصلي معه في نفس الصلاة التي فاتتني وفاتته، لا يصح الاقتداء، أنا فرضي ركعتان هو فرضه أربع ركعات وإن كانت الصلاة واحدة. قال لأن فرضه فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت من القصر إلى التمام، لا يتغير، يعني الآن الاقتداء لا يكون مغيرا لأن الفرض قد استقر في ذمته ركعتان، لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت. لماذا؟ قال لانقضاء السبب الذي هو الوقت، كما لا يتغير بنية الإقامة، يعني كما لا يتغير فرض المسافر بعد خروج الوقت بنية الإقامة. خرج الوقت الآن، أنا الآن في الإسكندرية، مضى علي الظهر ولم أصليه، دخل وقت العصر فنويت الإقامة، الآن عندما أصلي الظهر أصليه أربع ركعتين، أصليه ركعتين
كما لا يتغير بنية الإقامة، فيلزم منه، فيلزم منه، منه من ماذا؟ اكتب على هامش الكتاب عندك، فيلزم منه يعني من الاقتداء في هذه الصورة التي ذكرها الشيخ، فيلزم منه من الاقتداء في هذه الصورة بناء الفرض على غير الفرض في حق القعدة، بناء الفرض على غير الفرض في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين، لو اقتدى من أول الصلاة يعني مع المقيم، فالقعدة تصير فرضا في حق المأموم المقتدي لأنها آخر صلاته ركعتان صلاة فرضه، وغير فرض في حق الإمام، أن القعود الأول في حق الإمام ما حكمه؟ واجب، والقعود هذا عينه هو فرض في حق المقتدي، فلا يبنى فرض على غيره على ما هو دونه. إنا فيلزم منه بناء الفرض على غير الفرض في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين، يعني أو يلزم منه بناء الفرض على غير الفرض في القراءة لو اقتدى في الأخريين في الثالثة والرابعة، لأن الآن دخلت في الصلاة مع الإمام وهو في الثالثة والرابعة قضاء، قراءة الإمام في الأخريين الثالثة والرابعة ما حكمها؟ نافلة في حقه، وما حكمها في حقه؟ فرض. فلو لم يقرأ يعني لو أن الإمام الآن مع الإمام الآن صليت وراءه والآن يقرأ الصلاة في الثالثة والرابعة نفلا وأنا أقرأ فرضا، فلا يصح بناء قراءتي على قراءته، لأن قراءتي فرض وقراءته نافلة، وقراءته نافلة. الآن في عندنا سؤال، لو أن هذا المقيم الذي يصلي أربعا وأنا اقتديت به في الثالثة والرابعة، لو أنه ترك القراءة في الأولى والثانية والآن يقرأها في الثالثة والرابعة واقتديت به أنا في الثالثة والرابعة، يعني قراءتي فرض وقراءته فرض، ما الحكم؟ قال فيه روايتان، بعض فقهائنا قال صح الاقتداء وبعضهم قال لا يصح الاقتداء، ويقول الشيخ بن عبد رحمه الله مقتضى المتون عدم الصحة، عدم صحة الاقتداء مطلقا، والله تعالى أعلم. شرع الآن في بيان حكم اقتداء المقيم بالمسافر، قال وإذا صلى الإمام المسافر بالمقيمين ركعتين سلم لتمام صلاته، يعني سلم على رأس الركعتين اللتين هما صلاته، ثم أتم المقيمون صلاتهم وحدانا، أتم المقيمون يعني المقتدون به صلاتهم وحدانا منفردين كل واحد لوحده، لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين، التزموا موافقة الإمام في الركعتين، فينفردون في الباقي، فينفردون في الباقي كالمسبوق، كالمسبوق ينفرد فيما فاته من صلاته ويقضيه، إلا أنه لا يقرأ، إلا أن المقتدي بالمسافر المقيم، المقتدي بالمسافر الإمام، إلا أنه لا يقرأ فيما يقضي في الأصح، لأنه لاحق، لأنه لاحق. قال ويستحب له إذا سلم التسليمتين، يستحب له إذا سلم، يستحب للإمام المسافر، للإمام المسافر إذا سلم التسليمتين في الأصح أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، بسكون الفاء، جمع مسافر كركب وصاحب، جمع راكب وصاحب أي مسافر، وهذا يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم، لما صلى في اهل مكه قال يا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سفر، فانا قوم سفر. قال وينبغي ان يقول ذلك قبل شروعه في الصلاه، ينبغي ان يقول الامام ذلك قبل شروعه في الصلاه لدفع الاشتباه، اي اشتباه؟ لدفع الاشتباه عن المقتدين
كي لا يشتبه حاله على المقتدين فيظنون أنه سلم ساهيا، أنه سلم ساهيا. فهو يقول لهم قبل الصلاة، قبل الصلاة أتم إني مسافر سأصلي ركعتين وأسلم وأنتم تتابعون الصلاة. فإذا لم يقل لهم قبل الصلاة وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سيبدأ القوم قل كلهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بينما هو يلتفت يقول لهم أتموا صلاتكم فإني مسافر، فيحصل لغط وقد تبطل صلاة البعض. هنا وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه، بمجرد ما دخل صار مقيما، كأن دخله لقضاء حاجة، لأن مصره متعين للإقامة لإقامته يعني. والمرخص هو السفر وقد زال، ومن كان له وطن فانتقل عنه عن هذا الوطن بكل أهله يعني بزوجته وأولاده، الأهل يعني الزوجة والأولاد، وليس الأم والأب والإخوة والأخوات والعم والخال لا لا لا، الأهل الزوجة والأولاد، فانتقل عن هذا الوطن أخذ زوجته وأولاده، واستوطن غيره ثم سافر، فدخل وطنه الأول الذي كان انتقل عنه، قال لم يتم صلاته من غير نية الإقامة لأنه لم يبقى وطنا له، لأنه بالانتقال من وطنه بالكلية لم يبقى وطنا له، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين، عد نفسه بمكة من المسافرين، فقصر فيها الصلاة، كان يصلي ركعتين ركعتين كما هذا في البخاري ومسلم. والأصل في ذلك أن الوطن الأصلية، الأصل في ذلك يعني بما إيش في ذلك يعني في الذي ذكره من بطلان الوطن الأول بالوطن الثاني، الأصل فيه أن الوطن الأصلية يبطل بمثله. ما هو الوطن الأصلي؟ ما هو الوطن الأصلي؟ الوطن الأصلي هو الذي يولد فيه الإنسان أو يتزوج فيه أو لم يتزوج فيه ولم يولد فيه، ولكن قصد التعيش فيه ولم يقصد المغادرة والارتحال عنه. فأنت لو مكثت في بلد 10 سنوات 20 سنة وأنت تريد الارتحال وإن كان مع زوجتك وأولادك فهذا لا يعتبر وطنا أصليا، لأنك تريد مغادرته والارتحال عنه إلى البلد الذي ولدت فيه. قال والأصل في ذلك أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر عنه، ووطن الإقامة يبطل بمثله بوطن إقامة آخر وبالسفر عنه، وبالسفر عنه أيضا. قيدنا الانتقال بكل الأهل لأنه إذا بقي له فيه أهل لم يبطل، يعني كان متزوج ثنتين مثلا ترك زوجة هنا وذهب وأخذ زوجة ثانية معه إلى بلد آخر فبقيت له زوجة، قال لأنه إذا بقي له فيه أهل لم يبطل وصار ذا وطنين، صار إيش؟ ذا وطنين. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومن 15 يوما لم يتم صلاته، لأن اعتبار النية في موضعين، اعتبار النية في موضعين يقتضي ينتج عنه اعتبارها في مواضع، واعتبار النية الإقامة في مواضع ممتنع، لأن السفر لا يعرى لا يخلو
عن قليل الإقامة. إلا أن يبيت بإحداهما. إلا أن يبيت هكذا في نقص ما هي؟ إلا إذا نوى هنا إلا أن يبيت بإحداهما. هذه زيادة خاطئة. إلا أن يبيت بإحداهما، هذه الزيادة في هذه النسخة. يا سيدي في سائر النسخ قوله إلا أن يبيت بإحداهما غير موجودة. في أكثر النسخ العبارة على النحو التالي: لأن السفر لا يعرى عنه إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في إحداهما، فيصير مقيما بدخوله فيه، بدخوله هذا المصر الذي نوى الإقامة فيه ليلا، لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته هداية. فإذا قوله التي في النسخة التي بين يدي الآن، إذا كان أحد منكم عنده هذه النسخة: إلا أن يبيت بإحداهما، أي هذه زيادة ولا أراها صوابا، والله أعلم. سيدي هنا لأن السفر لا يعرى عنه، عن ماذا يعني؟ لا يعرى عنه يعني لا يخلو عن قليل الإقامة. قال: من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين كما فاتته في السفر. واضح الكلام. ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا، قضاها في السفر أربعا كما فاتته في الحضر، لأن الفرض يعني بعدما تقرر لا يتغير. والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء. العاصي في السفر، فلان سافر ليزني، ليسرق، ليشرب الخمر، في رمضان أفطر، قد يكون يصوم، كثير أولئك الذين يفعلون المعاصي يصومون ويصلون، يتمتع بهذه الرخصة لإطلاق النصوص البارئة. قال في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال أو على سفر طاعة، قال أو على سفر. المعصوم عليه الصلاة والسلام قال: يمسح المسافر، ما قال المسافر الطائع، أطلقه. قال: ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده، بعد السفر، أو يجاوره، قد يرتكب المعصية أثناء السفر. والقبح المجاور لا يعدم المشروعية، يبقى السفر رخصة، تمتع المسافر بجميع أحكام السفر. ثم قال: باب صلاة الجمعة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.